بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم. مع هنحل النهاردة إن شاء الله اختبار الوحدة الثالثة بالكتاب المدرسي الصف السادس الابتدائي صفحة 40. أول سؤال بيقول لي أكمل ما يلي: المستطيل هو متوازي أضلاع. متوازي الأضلاع أهو، المستطيل أهو، إيه الفرق بين الاتنين؟ ده فيه كل ضلعين متقابلين متساويين متوازيين، كل ضلعين متقابلين متساويين متوازيين. الفرق بين المستطيل والمتوازي إن المستطيل إحدى زواياه قوائم، مادام إحدى لو في زاوية واحدة قايمة، إحنا عندنا كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180، واحدة قايمة يبقى التانية قايمة، يبقى التالتة قايمة، يبقى الرابعة قايمة. يبقى نقول المستطيل هو متوازي إحدى زواياه قوائم، أو كل زواياه قوائم. طيب نمرة به بيقول لي 120 دي سي متر مكعب تساوي كام سنتيمتر مكعب؟ الديسيمتر في 10 سنتيمتر. طيب الديسيمتر المكعب بيساوي ايه؟ بيساوي 10 × 10 × 10 سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب، بحول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة، يبقى هضرب. هضرب في كام؟ هضرب في 1000 علشان احول لسنتيمتر مكعب. يبقى احول من ديسيمتر مكعب لسنتيمتر مكعب، اضرب في 1000. يبقى هنقول 120 × 1000 بتساوي كام؟ 120 ألف سنتيمتر مكعب. 120 ألف سنتيمتر مكعب دول يعني ايه؟ يعني 120 لتر. يبقى علشان احول من 120 ديسيمتر مكعب الى سنتيمتر مكعب، بضرب في 1000. طيب نمرة جيم بيقول لي ايه؟ بيقول لي 2,580,000 مليمتر مكعب بتساوي متر مكعب. تعال نقول هو المتر فيه كام سنتي؟ 1 متر فيه كام سنتي؟ فيه 100 سنتيمتر. طيب والسنتيمتر، السنتيمتر ده سنتيمتر فيه كام ملي متر؟ فيه 10 ملي متر. لما بحول من متر لسنتيمتر، لما نعمل سلم كده اهو من متر الى سنتيمتر، بضرب في كام؟ في 100 سنتيمتر. من سنتيمتر لملي متر بضرب في كام؟ بضرب في 10. طب لما بحول من متر بقى الملي متر، بضرب في كام؟ بضرب في 1000. يعني 1 متر يساوي احول 100 سنتيمتر، والمية سنتيمتر احولهم لملي مترات، يبقى بضرب في 1000 ملي متر. المتر الواحد بـ1000 ملي متر، يعني الـ1000 ملي متر بيساوي 1 متر. خلي بالنا من الحتة دي. طيب احنا هنا بنحول من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة، من ملي متر الى متر. احنا قلنا فوق لما بنحول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بنضرب، لما بحول من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة بقسم. طب هقسم على كام؟ المليمتر المليمتر بس بيساوي 1 متر. طب المليمتر مكعب، المليمتر مكعب بكم متر؟ 9 أصفار ووراهم 1، يعني مليار مليمتر يساوي 1 متر مكعب. مليار ملي متر مكعب يساوي 1 متر مكعب. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هقسم
الرقم ده هو 2,580,000 على مليار، واحد وقدامه 9 أصفار، واحد وقدامه 9 أصفار. تعالى كده، صفر 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 صفر، 8 5 2، 2,580,000 ملي متر، هحولهم لإيه؟ لمترات مكعبة، يبقى هقسم على إيه؟ على مليار، كده مليون، لأن إيه؟ لأن المتر فيه 1,000 ملي متر، يعني 1,000 ملي متر بمتر. طب 1,000 ملي متر مكعب يعني 1,000 في 1,000 في 1,000، شوف كم صفر؟ 3 3 6 و3 9، يبقى 9 أصفار أهم، والواحد في واحد بواحد. تعال نطير الصفر ده مع الصفر ده، والصفر ده مع الصفر ده، والصفر ده مع الصفر ده، والصفر ده مع الصفر ده، فضل عندي إيه؟ 258 على كام؟ على 100,000. يعني العلامة هتبقى بعد كام رقم؟ بعد 5 أرقام، 1 2 3 4 5. لما بقول 5 على 10 بتساوي 5 من 10، لما بقول 5 على 100 بتساوي 5 من 100. ما عنديش اللي 5 رقم 1، بزود صفر وأحط العلامة. طب لما أقول 5 على 1,000 بتساوي، أدي الخمسة، عاوز أحط العلامة وما عنديش إلا رقم 1، حطينا نحط إيه؟ 0 1 2، وأحط العلامة، يبقى كده 5 من 1,000. طب أنا عندي هنا 3 أرقام، 258 على 100,000، تبقى العلامة بعد 5 أرقام، أدي التمانية وأدي الخمسة وأدي الاتنين، عندي 3 أرقام، مفيش، أكمل بقى بصفرين، يبقى 258 من 10,000 متر مكعب. طيب حجم المتوازي بيقول لي بيساوي كام في كام؟ بيساوي ايه في ايه حجم المتوازي؟ حجم المتوازي، حجم المتوازي اللي هو المستطيلات بيساوي ايه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع، أو الطول في العرض في الارتفاع. طيب هو هنا جايب لي أكمل في إيه؟ أكمل نقطتين ولا 3 نقاط؟ نقطتين، يبقى هختار مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة في الارتفاع. طيب نمرة ايه بيقول لي ايه؟ 2.65%، 2.65% لتر تساوي، ها تساوي كم سنتيمتر مكعب؟ هو اللتر فيه كم سنتيمتر مكعب؟ اللتر يساوي 1,000 سنتيمتر مكعب. طب انا هنا بحول من وحدة كبيرة من لترات الى سنتيمترات، يبقى هضرب في كام؟ هضرب في 1,000، يبقى هقول 2.65% في 1,000. ها نطلع 3 أصفار بره هم، وال265 اهم، العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقمين، يبقى العلامة هنا اهو، يبقى بتساوي 2,650 سنتيمتر مكعب. يبقى 2.65% في 1,000 بتساوي ايه؟ 2,650 سنتيمتر مكعب، 2,650 سنتيمتر مكعب. بيقول لي في الشكل المقابل س ص ع ل متوازي أضلاع في قياس زاوية ص 118 درجة، وقياس زاوية ص س ع 35 درجة، اوجد قياس زاوية ل وقياس زاوية ل س ع. ده شكل متوازي أضلاع اهو، زي ما احنا شايفين عندنا الزاوية دي 118 درجة، والزاوية الصغيرة دي اللي هي ع س ص، شوف الضلعين بتاعها ع س
وصاد س هي محصورة بين الضلعين هم 35 درجة. بيقول لي اوجد زاوية لام. الزاوية دي احنا عندنا في متوازي الأضلاع كل زاويتين في الشكل الرباعي عموما، المتوازي المعين المربع المستطيل، كل زاويتين متقابلتين متساويتين. الزاويتين دول متقابلتين هم قبل بعض، دي 118، تبقى دي كام؟ 118، يبقى زاوية لام 118 درجة. طيب بيقول لك قياس زاوية لام سين عين. لام سين عين الضلعين بتوعها هم لام سين وعين سين، اللي هي الزاوية دي كم درجة؟ أنا عندي كل زاويتين، خلي بالك، كل زاويتين متتاليتين، كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 درجة. يعني ايه متتاليتين؟ يعني الزاوية دي والزاوية دي متتاليتين هم، الزاوية دي ودي اللي وراها، دي التالية اللي وراها اللي على طول، والزاوية دي ودي متتاليتين، والزاوية دي والزاوية دي متتاليتين، والزاوية دي والزاوية دي متتاليتين. طيب يعني الزاوية ده اهي والزاوية الكبيرة ده اهي 180 درجة. طب احنا عندنا الزاوية دي 118، يبقى انا هجيب زاوية كبيرة ده هي زاوية لام سين صاد. اقول له زاوية لام سين صاد تساوي 180 درجة ناقص، اللي هي الزاوية الكبيرة ده هي لام سين صاد، تساوي 180 ناقص ايه؟ ناقص الزاوية دي اللي هي 118 درجة، تساوي 8 من 0، ما ينفعش، 8 من 10 2، دي خدنا منها 1 بقت 7، 1 من 7 6، 1 من 1 0، يبقى 62 درجة. يبقى الزاوية دي كلها 62 درجة، عندي منهم زاوية 35 درجة، تبقى الزاوية التانية كام؟ يبقى هقول له زاوية، خلي دي كده، هقول له ايه؟ زاوية لام سين عين تساوي 62 درجة ناقص 35 درجة. اهو، مش الزاوية دي كلها طلعت 62، اللي هي الزاوية الصغيرة دي زائد الزاوية الصغيرة دي طلعوا 62، عندي منهم واحدة ب35، يبقى اطرح ال35 من ال62 تدينا الدرجة دي، تساوي 5 من 2 ما ينفعش، 5 من 12 7، 3 من 5 2، يبقى 27 درجة. يبقى قياس زاوية لام سين عين 27 درجة. طيب نشوف المسألة اللي بعدها بتقول لي ايه. بيقول لي اكتشف النمط في كل حالة فيما يلي واكتب وصفه واكمل تكراره. النمط هنا ايه؟ علامة تعجب، علامة تعجب، استفهام، استفهام، تعجب، تعجب، استفهام، استفهام. يعني النمط ماشي كده اهو، علامتين تعجب وعلامتين استفهام. طب وصف النمط ايه؟ اهو تكرر، يبقى نقول تكرار، تعجب، تعجب، استفهام، استفهام. شوف الشكل نمرة به. بيقول لي مربع وقبله مربع وفوق مثلث وتحت مثلث، مربع وقبله مربع وفوق مثلث وتحت مثلث، وهكذا، يعني متكرر. الشكل ده متكرر اهو، اللي هو الشكل ده اهو، ده تكرر وده تكرر وده تكرر. يبقى نعمل واحد زيه، مربع مربع مثلث مثلث. وصف النمط ايه بقى؟ تكرر اهو، تكرار، يبقى نقول له تكرار الشكل ايه؟ مربع مثلث مثلث مربع.
بيقول لي كم سنتيمتر مكعب تكفي لملء صندوق على شكل متوازي مستطيلات أبعاده من الداخل 50 و35 و20؟ يعني عاوز حجم المتوازي ده اهو. ما انا هملاه بميه، يعني هجيب حجم الصندوق. هقول له حجم الصندوق بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. الطول كام؟ الطول 50، العرض 35، الارتفاع 20. يلا العشرين في 50 ناخدهم في بعض بألف، في 35 يبقى بتساوي ايه؟ 35,000 سنتيمتر مكعب. طب هو طالبه بالسنتيمترات ولا باللترات؟ لا بالسنتيمترات. يبقى ده بتساوي ايه؟ 50 في 35 في 20 بتساوي ايه؟ 1000 في 35 تساوي 35,000 سنتيمتر مكعب. طيب نمرة 6، بيقول لي علبة لبن على شكل مكعب طول حرف 12 سنتي يرتع بئة عددا منها في صندوق من الكرتون على شكل مكعب طول حرف 60 سنتي. انا عندي علب صغيرة، علب لبن صغيرة على شكل مكعب طول حرفها 12 سنتي. عندي كرتونة بقى كبيرة كده طول حرف الكرتونة 60 سنتي. عاوز اعرف الكرتونة دي تاخد كام علبة لبن؟ يبقى لازم اعرف حجم الكرتونة قد ايه وحجم علبة اللبن قد ايه، وبعدين اقسم حجم الكرتونة على حجم علبة اللبن يدينا عدد العلب. مادام عرفت الحيز بتاع الكرتونة ده قد ايه والحيز بتاع العلبة الصغيرة قد ايه، يبقى كل علبة هتاخد قد ايه. طيب تعال نجيب بقى نحل، نقول ايه؟ اقول عدد علب اللبن يساوي، المسألة دي رقم 6، يساوي حجم الكرتونة. شوف الكرتونة فين؟ الكرتونة فوق علشان هي الكبيرة، هي اللي انا هحط فيها العلب الصغيرة. تحت حجم علبة اللبن، حجم الكرتونة، الكرتونة طول حرفها كام؟ 60 سنتي. يبقى حجم الكرتونة 60 في 60 في 60. ليه 60 في 60 في 60؟ علشان الكرتونة على شكل ايه؟ مكعب، وحجم المكعب يساوي طول الحرف في نفسه في نفسه. حجم علبة اللبن، علبة اللبن برضو على شكل مكعب طول حرف 12، يبقى حجم المكعب 12 في 12 في 12 بتساوي 12 على 12 فيها 1، 60 على 12 فيها 5، 12 على 12 فيها 1، 60 على 12 فيها 5، 12 على 12 فيها 1، 60 على 12 فيها 5، بقت 5 ضرب 5 ضرب 5 تساوي 5 في 5 في 25 في 5 ب125 على 1، يعني 125 علبة لبن. يعني الكرتونة دي بتاخد، لو عملت كرتونة كبيرة كده اهو، بتاخد 125 علبة من الصغيرين ده هم، 125 علبة بتاخدهم الكرتونة الكبيرة دي. الكرتونة الكبيرة دي طول حرفها 60 سنتي، الحجم بتاعها 60 في 60 في 60. الكرتونة الصغيرة دي، العلبة الصغيرة دي، الحجم بتاعها 12 في 12 في 12. بنقسم الحجم الكبير على الحجم الصغير، طلعت 125. يبقى هنقول عدد علب اللبن يساوي الحجم الكبير، حجم الكرتونة على حجم علبة اللبن، 60 في 60 في 60 على 12
في 12 في 12 تساوي 125 علبة لبن. آخر مسألة نمرة 7، بيقول لي إناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل 15 سنتيمتر ملئ بالعسل الأسود، احسب سعته من العسل. برضو نفس سعته من العسل، يعني عاوز حجمه. أقول إيه؟ سعة الإناء تساوي طول حرفه كام؟ 15. طب هو شكله إيه؟ مكعب. حجم المكعب يساوي إيه؟ طول الحرف في نفسه في نفسه، 15 في 15 في 15 تساوي 15 في 15 ب225 في 15. يلا نضربها كده، 225 في 15، 5 في 5 في 25، 5 معايا الاثنين، 5 في 2 ب10 و2 12، 5 في 2 ب10 و1 11، 5 2 2. نتيجة ضرب 1 في 225 5 7 3 3. بقت ايه؟ يبقى حجمه طلع كام؟ هقول حجم، هقول سعة الإناء تساوي 15 في 15 في 15 تساوي 3375 سنتيمتر مكعب، علشان ده حجم. بيقول لي نمرة ب، إذا كان ثمن اللتر الواحد 8 جنيهات احسب ثمن العسل كله. اللتر هنا ده سنتيمتر مكعب، اللتر فيه كم سنتيمتر مكعب؟ اللتر يساوي 1000 سنتيمتر مكعب، ده اللتر. طيب عاوز احول، اقول ايه؟ عدد اللترات يساوي، هنحول دول بقى للترات، 3375 على 1000. العلامة تبقى بعد كام رقم؟ بقسم على 1000، 1 2 3، بعد 3 أرقام، يبقى 3 صحيح، والعلامة هتبقى هنا اهو، اهي 375 من 1000 لتر، يعني 3 لتر و375 من 1000، يعني 3 لتر وأقل من النص لتر. بيقول لي إذا كان ثمن اللتر الواحد 8 جنيهات احسب ثمن العسل كله. ثمن العسل بيساوي 3 لتر و375 في 8، 3 لتر 375 في 8، 5 في 8 ب 40، صفر معانا ال 4، 8 في 8 ب 64، 64 و 4 68، 8 ومعانا 6 دي 7، عفوا دي 375 اهي، 375 في 8، 5 في 8 ب 40، صفر ومعانا ال 4، 7 في 8 ب 56 و 4 60، صفر ومعانا ال 6، 3 في 8 ب 24 و 36، صفر ومعايا ال 3، التلاتة في تمانية باربعة وعشرين وتلاتة سبعة وعشرين جنيه، يبقى بتساوي 27 جنيه. وكده حبايبي انتهينا من صفحة 40، اختبار الوحدة الثالثة الصف السادس الابتدائي، ودمتم بخير وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.